في ستات بتغير من شعر راسها، وفي ستات واثقه قوي في نفسها ومسيطره. تعالوا نشوف في حلقتنا النهارده ضيفتنا من اي نوع فيهم. ايوه ثانيه واحده، اتفضل. اهلا وسهلا. شعرات من الشتاء درشة كمان بتسمع شوية ده تسع شعرات دني بعد عم تشتي برا شوية ضيقت عم بحكي معه شي بعيد براحتك لا انا عم بحكي عن الكتير فكرت كنت ضيقت او شيء لا ما ضيقت انا تعقدت لانه هون البنات المسالوه بس واحد بيتطلع هيك بغاري شكلك انت بتغاري كمان لا ما بتغاري خالص برافو اصلا ليش هتغاري مثلا انتوا مخطوبين او شيء او مخطوبين بدكم تتجوزوا ان شاء الله ليه؟ شاء الله ليه؟ ليه بتكون تتجوز؟ شو السبب؟ شو ما حبي بعض؟ تحبوا بعض؟ قد ايه بكون تحبوا بعض؟ ما ينفعش تتقاس يعني لا مش قد ايه بتحبوا بعض قد ايه الكم وقت؟ حوالي 5 سنين اوف ما زقتوا من بعض؟ ليش وقدم؟ اوف تو ماتش شلونك؟ لا بس ماني بقيل لبعض ابدا بجد؟ يا هو ستايل وانت ستايل بس اول حد يقول لنا كده يعني يمكن بيجنبوكم ما بعرف اوكي رفقاتك بيكونوا ستايلك فبحسوا نفس الشيء بس انا حسيته هو ستايل وانت ستايل لا هو مانا رفقات هو مودرن اكتر انت شوي دي مودرن يعني انت ستايلك قديم شوي كلاسيك مش مو قديم مش حلو انه كلاسيك فورمال شوية كلاسيك كلاسيك ايه مو بقى دارج بس هو اختارني لا هلا اطلع بيختار وبيغلط لا سهر عادي نورمال لا كنت غلطان كنت صلحت غلطتي من بدري لازم تنتبه قبل ما تتجوز فكر جواز هفكر جواز صعب عندنا الجوازة مرة واحدة هفكر تفكر فيه عملتوا نص اكليل ولا شو عملتوا؟ لا لسه ايمتى؟ بدك تعملوا؟ ها لسه شوي مأكد؟ لك ولا ما نستي لك؟ سوري بس أنا صريحة يعني بارد وما تضايق لا أنا مش مضايقة بس واخدة راحتك حبيبتي محبتش طلب رأيك؟ ايه ايه عادي اخدي راحتي لازم أخد راحتي أنا وقعدة أنا كمان بأخد راحتي ليه تسأليني أنا بدي أقعد بدك يعني أوقف؟ أوكي لا خليك قاعدة وسع كده بيش وسع كده بيش وطع بيشو انتي تقولي له بيشو شو عنده اكتر من اسم؟ فكرت اسمه هيك عندك كم اسم؟ عنده اسمه هيك؟ كيف؟ ايه؟ بتحكي مثلي حبتني مثلي. شكلها كتير عم تقلدني طب احنا وينه؟ حبيتيني؟ حتى يعني مش عارفة اقولك ايه بجد شكلك حبيتيني عم تقلديني يخرب بيتك شو حبيتك ميرسي بعرف انا كل عم تحبني كل حدا اول ما يشوفني بينغرم فيه يمكن بيجملوكي رفقاتك بيجملوكي رفقاتي نو انا يعني هوني ما بعرفهم بحبوني دول معي غراض بالسياره ما تجيب لي تطلع تجيب لي اياهم بليز هو الفلبيني اللي جابوه لك بابا لا هو انت فلبيني مصري بس ماشي بالسياره ساك وانت ايه كتا كتا كتا. شو قصدك كتا يعني كتا فلان؟ كتا يعني نقص ايد نقص الرجل؟ نو عندي 2 ايد ليكي عندك 2 ايد؟ ما عندي 2 اجر الحمد لله ربنا يزيد ويبارك مرسي مرسي يمكن يبقى 4 لا هي سو كيوت عن جد كيوت بتمزحي طبعا بتعرفي اول مرة بشوف مصرية هالقد مهضومة عن جد يور سو عن جد يعني لايقين على بعض؟ لا ما هلا انت مهضومة بس هو اجمل مني بالشكل طبعا اجمل مني مش حبيبي مرسي بعدين هو مودرن انت دي مودرن بدك تغيير طب وانت ايه بقى الدنيا معي لا انا فاشنة فاشنة عندي تحكي تفضلي شو بدك تعملي؟ لا
أردن اوعى تزعلي انا تركتي تفضل يا فندم شنطة من راسي بيني هو بس يلا بدي اتبسع لك حولك على طول تفضل تفضل مساء الخير ايه الاخبار تمام الحمد لله تشرف باسمك بصي بشوي انا اسمي ريم واحنا بنعمل المقلب دلوقتي في مراتك من خلال البنوته اللي بره اللي هي نانيتا بصي هو واثقه في نفسها شويه اوكي هو صعب قوي ان حد يستفزها هي نيرفس شويه اوكي بس هي بس في ثقه ما بينكم ولا كان في ليك سوابق لا في انا ليا سوابق كتير طب خلاص يعني بس هي دلوقتي في ثقه دلوقتي طب احنا بقى عايزين نرجع ايام السوابق دي نرجع بقى لورا شويه بايام زمان كده ماشي يلا يا عم راجل يا عم خلاص يا عم هما اتنين ولا انت جاي مسرع مهضومين مسرع قاعد يحكي الحاجة معلوم كتير بس انا انت ليه خايف منه ولا هو انت ايه واخدها بالدور ولا مالك انا حكيت معيش انت واخدها بالدور ولا مالك تكلميني انا لمين اخد ما اخد حدا معايا انا كنت لحالي يعني انت عماله تكلمينه اه عشان واحد طلع بره خلاص ما قلتي على التاني لا بعرف هو بابا ما علمكيش ان ده عيب نو بابا انك تقعدي في حالك نو ما علمني وانت عشان مش معاكي حد يعني فانت اه يا عيني انت صحه فين البوي فريند بتاعك ما عنديش بوي فريند خطي بك فين بيروت بيروت وانت ايه اللي جايبك مصر طياره يلا صباحتي كنتي اسمي شو يا شو يعني ايش بدها تشوف لا مش شو يعني بلاش تفهمي لا هتعرفي عملي بلاش اقول لك نظره شو خافي على نفسك حرام انت مجنونه شكلي مجنونه you're so crazy بدك تروحي شو مجنونه ابعدي بقى عن المجانين شويه انا بعد انت عم تحكي معي اوكي انا بسكت لا ما بيش استني دروش ايه اتفضلي عامله ايه الاخبار كله تمام انت عايزه اعرف اسمك اسمي مريم مريم سنك عندي 20 20 متجوزه لا مخطوبه انجوز دي اول مره تدخلي عياده التجميل هنا اه انت حقيقه سنك صغير وشك مش اي تفاصيل وحشه بجد زي القمر بس هو في هنا حبوب بسيطه انا بشتغل على الفيس على السكان وات ايفر يو وانت يعني انا مثلا ممكن يعني سناني انا صحيح سناني كان برضه بتتكلم عن السناني بس سناني برضه من كتر الشوكليت الليبسي ما بيحوقش معاها اي معجون وكده فكرت اعمل تبييض فاهمه بس لسه برضه ما وصلتش هيبقى عندنا اوفر للتبييض بعد العيد اه بس انا كنت عايز اسال بقى عشان سمعت ان التبييض ده بيبقى ليه اضرار وحكايات كده لا مفيش اي اضرار طبعا هو بس بيشيل الطبقه بتاعت الجير وبنبتدي نشتغل عليها على حسب انت محتاجه كام جلسه ايوه فما لا ما بيبقوش اي اضرار طبعا هو الارضين ايوه مساء الخير يا دكتور اتفضل يا استاذ حضرتك الكاميرات جابت كده في شويه حاجات كده مش كويسه في حاجات في ايه؟ يعني في الخليه يعني مش الصريف فعيل فتحه يعني فعيل فتحه هنا؟ هنا
ما بين كلاينتس ولا ما بين موظفين؟ لا، واحد مدام عامله شعرها اصفر كده، وفي شاب تاني رسم حاجه كده على ايديها. ايه اللي حصل؟ في حاجه؟ تمام، انا هشوف، انا هاجي اشوف. طيب خلاص، اوكي. طب ممكن نقول؟ انا لازم اقول اشوف ايه بيحصل. خليك ايه، خليكي مرتاحين مع حضرتك. اوكي يا حبيبتي. دخل هنا ده ممكن يطلع ثانية؟ حاضر. معلش ممكن يطلع ثانية؟ طب ادخلي الويتنج روم. حاضر. ايه ده، في ايه؟ طب لو سمحتي. حاضر حاضر. طب انت قولي حاجة. لا انت قولي حاجة، ما تقوليش حاضر وتفضلي واقفة ساكتة. انت قولي حاجة. ايه هي لا، وانا كمان ما بحبش كده. لو سمحت ثانية واحدة. الموقف اللي حضرتك اتكلمت عليه. صح؟ انا بسأل سؤال تجاوبني. اتفضل اتفضل اتفضل. يا ريت اتفضل. بس معايا تاني شيرات. ايه ايه ايه، ما تحطيش ايدك على ايدي. انا عايزاك تديش ايدك عليا. هو بالراحه. ايه ده، ايدك ايدك يا حفي. ثانيه واحده، ثانيه واحده. ايه انتي راحه؟ انا يا بطه، انا ايه اللي ادبك عليكي؟ عايزه ايه؟ بابا ما علمكيش تتربي. نو، بابا ما علمكيش تتربي. ها، لا بابا ما علمكيش تتربي. يا رحمك الاكستنشن ده هقطعه لك دلوقتي. الاكستنشن ده هقطعه لك دلوقتي. انت بتبعد عني خالص، انت بتبعد عني خالص. انت بالحيوانك دي ليه يعني؟ ليه لسه؟ ورمضان كريم وكل سنه وانت طيبه. نورتونا.